متابعينا الكرام في العراق، أسعد الله أوقاتكم في هذه النشرة الخاصة التي سنتحدث فيها عن تأثيرات كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة وتعتبر تاريخية ستؤثر على العراق. هذه خرائط تشير إلى اندفاع كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة انفصلت عن القطب الشمالي وسلكت مسار يسمى بمسار قاري، أي أنها محملة أو حافظت على خصائصها القطبية بالرغم عن بعدها عن القطب الشمالي، ومحملة بدرجات حرارة غاية في البرودة وقياسية تصل إلى مستويات متدنية للغاية. مركز هذه الكتلة يتواجد يوم الأحد في أواسط الأراضي التركية، ويتحرك هذا المركز باتجاه الأراضي العراقية خلال نهار يومي الاثنين والثلاثاء. هذه الحركة ستعمل على تأثر عموم مناطق العراق بما فيها أيضا مناطق بلاد الشام بتدني كبير جدا لدرجات الحرارة، تصل في صحراء العراق الغربية إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، وفوق الجبال قد تصل إلى أكثر من 20 درجة مئوية تحت الصفر. العاصمة بغداد قد تهبط في درجات الحرارة إلى مدون الصفر بقليل خلال فترة هذا التأثير. كذلك الأمر في الصحراء والمناطق المكشوفة القريبة من المناطق الغربية من العراق تصل إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر، مع نشاط في سرعة الرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة. الأمر الهام والمميز في تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية أنها ستكون مصحوبة بموجة من الثلوج التاريخية التي ستغطي مناطق واسعة من الأراضي العراقية بما فيها ربما حتى العاصمة بغداد، ستتعرض أحيانا لبعض الزخات الثلجية والتي قد تتراكم في بعض الأحياء، وهذا الأمر شامل مناطق واسعة من غرب العراق إضافة إلى الصحراء والحدود الواصلة أو التي ما بين العراق والأراضي السورية، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية من الأراضي العراقية يتوقع أن تتعرض لتساقط ثلجي متراكم بمشيئة الله تعالى، بالإضافة طبعا إلى تساقط ثلجي فوق الجبال الشمالية من العراق. هذه طبعا الأحوال الجوية متوقعة أن تؤثر على العراق تستمر حتى يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. نستعرض معكم توقعات تساقط الثلوج. كما نلاحظ هذه توقعات تساقط الثلوج تشمل مناطق واسعة من الأراضي العراقية وصولا حتى إلى الحدود العراقية الإيرانية. كما نلاحظ معظم مناطق العراق تحت الثلوج، هذه حادثة لم تحدث من قبل، هناك ثلوج تاريخية. آخر مرة تساقطت فيها الثلوج في العاصمة بغداد كانت في شهر يناير عام 2008، وكانت بعض الثلوج لم تكن متراكمة ولم تحدث قبل ذلك هذه الثلوج منذ أكثر من 100 عام. إذن نحن على موعد مع يعني وضع تاريخي لم يحدث من قبل، تساقط ثلجي في مناطق واسعة من الأراضي العراقية. سنبقيكم في طقس العرب على يعني معرفة بآخر مستجدات الأحوال الجوية، إذا ندعوكم بتحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني لتحصلوا على آخر توقعات الجوية الخاصة بهذه الكتلة القطبية. سنتابع معكم أولا بأول آخر المستجدات. دمتم برعاية الله.